السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اتمنى الجميع بخير وصحة وسلامة. اذا عجبك الفيديو وتبي تشوف الجديد من عالم التك والكمبيوتر اشترك وفعل الجرس. واليوم الاخبار كثيرة جدا بسبب الانقطاع، والسبب جالس اشتغل على فيديو جديد جميل جدا، فاذا تبي ما يفوتك الفيديو اشترك وفعل الجرس. والاخبار مقسمة الى اربع اقسام، الاول اخبار انتل وانفيديو اي ام دي، بعدها اخبار التكنولوجيا بشكل عام، كاميرات جديدة، تقنيات جديدة الى اخره، واخر شيء الالعاب. وعلشان ما اطول عليكم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، نبدا شباب. بعض الاخبار لشركه ابل العملاقه، ابل لاول مره في تاريخها ترسل قطع الغيار لاجهزتها المحموله للمحلات المستقله عنها. واللي عندها ايفون يعرف اذا ان اخترب الايفون مالك الا ابل، واقصد القطع بالضبط الاصليه وليست اللي تلقاها في اي محل، تلقاها تجاريه او صينيه فيها مو نفس الصفاوه، ولا بعض التقنيات مش موجوده فيها. أنا أقصد تصليح وكالة، وهذا الشيء مسبب جلبة بشكل كبير في أمريكا، فهذا القرار بيسعد الكثيرين حول العالم. وهنا عاد عالم الخصوصية. في الخبر هذا يقال أنه يوجد 1000 محادثة يومية تسمعها سيري بدون أخذ الإذن من أصحابها. طبعا يا شباب، عالم الخصوصية كبير بشكل مو طبيعي، فبأكتفي بنقل الخبر بهذه الطريقة. أبل تصلح نقطة ضعف في نظامها واللي تخول الناس من فعل الجيلبريك، وطبعا أتوقع الغالبية يعرف إيش هو الجيلبريك. أبل تشيل تم تصميمه في كاليفورنيا من أجهزتها، وأتوقع معنى الكلام صار الجوال الصيني. لا أمزح. طبعا يا شباب ما ندري ليش، والخبر ما نقل لنا السبب او سبب شيل او مسح العبارة هذه من الجوال. اذا عندك بطاقة ابل الجديدة، ابل تحذرك من وضع البطاقة داخل محفظتك المصنوعة من الجلد، وبشكل عام لا تحفظها في مكان مصنوع مع الجلد، وهذا بسبب ان البطاقة مصنوعة من التيتانيوم. لكن ايش العلاقة بين التيتانيوم والجلد؟ ما ادري. والخبر اللي بعد يا شباب، بعد تقريبا 9 ايام بيتم اطلاق هاتف جديد من ابل، والخبر يقول ان الجهاز بيحتوي على اشياء جديدة، فترقبوها يا شباب. هذا اطلاق عملاق من شركة عملاقة. شركة سوني بلاي ستيشن تلعب وتفكر في فكرة معينة، واللي هي نقل الألعاب خارج منصتها. يعني الألعاب اللي على البلاي ستيشن بتصير أيضا على الحاسب أو الديسكتوب، لكن فقط يتبين لي الجديدة منها، وهذا بسبب المنافسة القوية من مايكروسوفت ونظامها الجديد سكارلت. شركة سوني أطلقت كاميرتها الجديدة وهي سوني A6600، ويوجد فروق كبيرة وواضحة بينها وبين الكاميرا من الجيل القديم. أهم شيء يا عزيزي المشاهد أنك تعرف أن في كاميرا جديدة من نفس الموديل، علشان ما تشتري الكاميرا القديمة بسعر الجديدة، لأن التحديث غالبا في الدول العربية يصير متأخر نوعا ما. والمهم ان غالبا اذا جيت تشتري القديمة بيكون عليها خصم او من هذا القبيل، والقرار راجع لك تشتري الجديدة او القديمة. وودي اشتري كاميرا يا شباب عشان تشوفون خشتي، لكن ربما بعدين يعني. وهذا الخبر يا شباب غريب عجيب، المصنع غلط في التركيبة للمعلب هذا، والنتيجة خلط مادة تطلع الشعر للرجال، بمعنى بدأ الشعر ينمو على أجساد الأطفال، يعني كذا تعرفون لحية وشنب. لا أمزح، ما أدري، بس بدأ يطلع لهم شعر في أماكن المفروض ما يطلع لهم فيها الشعر، وهذا بسبب سوء في البروغرامينج يمكن، ولا شيء زي كذا. وتم نقل الخبر يا شباب للحيطة، لأن هذا المنتج ربما يكون في دولتك وتشتريه لعيالك، أو تشتريه أو شفته عند أحد، فيبي لك تنبههم. بيكسل 4 يقال أن تصميمه ما تغير، وهذا الشيء تم تسريبه من الفيديو اللي أعلنت عنه جوجل، لكن السؤال قد إيش مشهور جوجل بيكسل مقارنة بغيره من الأجهزة مثل أبل وسامسونج وهواوي وغيرهم. أحد عنده جوال جوجل يا شباب يعلمنا بالتعليقات علشان نشوف هل الجوال فعلا مشهور ولا لا. ليان لي تصدر كيس جديد يحتوي على أنوار الRGB. طبعا المعروف أن كيسات ليان لي غالية جدا. شركة باناسونيك تصدر كاميرا خرافية قمة في الروعة، لكن سعرها برضو قمة في الغلاء، 4000 دولار يا عزيزي، شكل ما في أمل أشتري كاميرا خلاص هونت. شركة شارب تعلن عن أكبر شاشة لل8K في العالم، لكن أكبر حجم شاشة بالعالم تملك شركة سامسونج حاليا، وحجم الشاشة 292 إنش. لكن السؤال، هل يوجد أصلا من الأساس محتوى تشاهده على ال8K؟ فريزر من LG يقدر يسوي لك ثلجة نقية وواضحة، وعلى قولة الخبر كريستال كلير، لكن سعر الفريزر 4400 دولار. شركة كانون تطلق
كاميرتها الجديدة ذات المواصفات العالية، وهي من نوع بدون مراية أو ميرورلس كاميرا، وهذه مواصفاتها على الشاشة. الثري دي مارك قدم أخيرا طريقة اختبار الفاريبل ريت شيدينج، واللي ما يعرف إيش هو الاختبار هذا، هو اختبار جودة الصورة. الآن في الآونة الأخيرة بدأوا الناس يقولون إن جودة الصورة في كروت AMD أفضل من جودة الصورة في كروت إنفيديا، وفي اختبارات في ناس سواها، واحد مشهور في الإنترنت سوى الاختبارات هذه، أنا شفتها فيها فروقات واضحة لكنها مرة قليلة، ويبيلك من النوع اللي تركز علشان تشوفها، لكن الإكسبيرينس ربما يكون أفضل على كروت اللي تعطي فريمات أكثر. والمهم في الموضوع ان الاختبار هذا يوريك مدى جودة الصورة بين الكرت هذا والكرت هذاك. شركة اسوس تعلن عن شاشتها الجديدة الـ4K والـ120 هرتز، وطبعا مثل ما نعرف تحتاج شيء عملاق من الكروت الشاشة مثل الـ280Ti او التايتن او من هذا القبيل. أما بالنسبة لقسم الألعاب يا شباب، كرايتك سوت تشويقة وكانهم يلمحون للعبة جديدة من كرايسيس أو كرايسيس ريماستر، وفي هذه التشويقة على 2:17 تقدر تشوف كأنها لعبة كرايسيس. طبعا التشويقة هذه للتحديث الجديد للمحرك القوي كرايتك 5.6، واللي بيشوف الرسم قد إيش خرافي يا شباب يطالع التشويقة اللي بالفيديو. لعبة ماينكرافت إيرث تم دعمها على 5 مدن في العالم فقط على الأوغمنتد رياليتي، ويقولون الصورة تحمل 1000 كلمة. طالعوا الفيديو بتفهمون إيش هو الأوغمنتد رياليتي وإيش هو بالضبط الماينكرافت إيرث. فيلم The Witcher 3 غالبا بيتم عرضه في اليوم الأول من شهر نوفمبر على نتفليكس. Gears of War 5 أصدرت متطلبات تشغيل اللعبة، ونشوف الحد الأدنى على اليسار واللي ينصحون فيه في المنتصف، لكن علشان تلعب اللعبة بكامل روعتها آخر شيء على اليمين هي المواصفات المطلوبة، والصراحة أشوف أن اللعبة تطلب الكثير من القوة. فيلم أنشارتد يخسر مخرج جديد، والإصدار هذا من شركة سوني، واللعبة يا شباب غنية عن التعريف، يعني أكيد الفيلم إن شاء الله يصير حماس. لعبة ميتل جير سوليد 4 يمديك تلعبها على فريمات عالية الآن، وأيضا على الـ4K عن طريق المحاكي على الـ PC، وهذا اسم المحاكي موجود على الشاشة، وهذه أيضا المواصفات اللي تحتاجها علشان توصل للـ4K بأكثر من 30 فريم بالثانية. اللعبة القوية والفلكية كوماند أند كونكر بتم إعادتها للحياة، وتم عرض تقدمها في جيمرز كون، وأنا صراحة لعبت لعبة زيرو أور ولا لقيت أحلى منها كلعبة حربية استراتيجية. شركة يوبي سوفت تعطي لأول مرة في تاريخها ميجر DLC مجانا للعبة أساسن كريد على جميع المنصات اللي عليها اللعبة. وبكذا يا شباب جينا لنهاية الفيديو، كان معاكم حمد، إذا عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس، ولا تنسى الشير واللايك، وإذا ما عجبك الفيديو صكه ديسلايك. وفي أمان الله، ونشوفكم بالفيديو الجاي، ويعطيكم ألف عافية على المشاهدة. السلام عليكم.